بسم الله الرحمن الرحيم. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كلنا نخطئ ونزل ونعصي وننسى ونقع ونؤوب ونرجع ونستغفر، ولكن هناك أناس أصلهم طيب وأصلهم رائع وقلوبهم رقيقة وجميلة، ولكنهم يكثرون ولا يبالون، بل ويجاهرون ويعصون، لا يفرقون بين كبيرة ولا صغيرة. النفس الأمارة بالسوء غلبت عليهم، الهوى غلب على عقولهم وقلوبهم. إلى هؤلاء الأحباب، إلى هؤلاء الطيبين أقول: استيقظ، صحصح. الله جل وعلا عظيم، عظم ربك، عظم الله. الله سبحانه وتعالى عظيم، عظيم في قدرته، وعظيم في عطائه، وعظيم في مغفرته، وعظيم في قوته، وعظيم في خلقه، وعظيم في منعه، وعظيم في عقابه. قدر الله حق قدره. الله سبحانه وتعالى في 3 آيات في القرآن يقول: وما قدر الله حق قدره. أولئك الذين ينظرون إلى عظيم خلق الله، إلى السماوات وما فيها، إلى الأرض وما يدب عليها، إلى البحار وما فيها، إلى أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إلى هؤلاء الذين ينظرون إلى كل هذا ومع ذلك يتجرؤون، يقتحمون، لا يبالون. عظم الله. قال الله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. يا عبد الله، يا أمة الله، أنت لا تحتاج إلى خطيب يخطب لك خطبة، ولا إلى واعظ يذكرك دائما. واعظك في قلبك، واعظك بين يديك، واعظك حبك لله، تعظيمك لله. أنت من يذكر نفسك. الله الذي خلقك وأعطاك، كساك وآواك، يسر أمرك وأجاب دعوتك، وسع رزقك وشفى مرضك. الله جل وعلا، تذكر الله، تذكر عظمة الله. ضرب لك مثالا صغيرا جدا جدا في سورة الحج، بذبابة أتت على أكلك أو على شرابك، سلبت منه شيئا لا تستطيع أن تستنقذ ما سلبته منك. قال الله: ضعف الطالب والمطلوب. بعدها قال: وما قدر الله حق قدره. انظر حولك يا عبد الله، انظر حولك يا أخي في الله. العين معجزة سبحان خالقها، هل اعتبرتم بأسرار له فيها؟ انظر إلى العقل، من آتاك جوهرة به بلغت من الآفاق قاصيها. انظر جبالا إلى الجوزاء قد بلغت، من كان يقدر دون الله يرسيها. تلك الرياح فمن تلقاه أرسلها، إما لتنذر أو بشرى لأهليها. اسأل عن الأرض من في الجو يحملها، وارقب سماء كسقف كيف بانيها. من للكواكب طول الدهر يوقدها، ومن ينظمها سيرا ويجريها. من ينزل الغيث لولاه لما بقيت، فوق البسيطة أحياء تناجيها. من صانع الورد ألوانا معطرة، من صانع الورد ألوانا معطرة، ومخرج الشهد من نحل وهاديها. هي الفواكه أصناف منوعة، طابت مذاقا فقل لي من يحليها. من للخلائق يرعاها ويكلؤها، وقدر الرزق للأحياء يكفيها. أي المصانع للألبان ينتجها، من بين